صحيح اليوم كان في عنا تقريبا حوالي الساعة 3:30 اشتغلت صفارات الإنذار وتم كان في عنا سقوط صواريخ في منطقة سهل البطوف المحاذية للبلد. في عنا طبعا أنا مع الطاقم اللي عنا توجهنا للموقع وعينا الأضرار. في عنا تراكتور حفار يعني محفرون اللي تقريبا انتهى شيلي نتيجة وقوع الصاروخ، ومن الهدف تبع الصاروخ كل الكابينة اللي جوا طارت انتهت مش موجودة. كذلك الأمر صار في ضرر لتراكتور زراعي، شانس يعني من رب العالمين انه ما كانش في ناس هناك متواجدين، ما كان في اصابات، لا ما كانش في اصابات لانه ما كانش في ناس متواجدين في المنطقه اللي موجود فيها المحفرون. احنا بشكل عام نتوجه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي زي الواتساب، في عنا قناه اللي احنا عملناها بتضم ما يعادل 2000 ل 2500 شخص من البلد، وموقع المجلس المحلي الفيسبوك. توجهنا دائما ومتوجه ما زلنا نتوجه للناس انه اخذ الحيطه والحذر، وخاصه عند سماع صفاره الانذار نترجاهن انه يدخلوا الى الاماكن الامنه لمده 10 دقائق على الاقل حتى نضمن سلامتهن وما يصيرش في صعود من الشباب على اسطح المنازل وعلى الشوارع للتصوير. طبعا في كفر مندى مش المره الاولى، المره الثانيه تخص صواريخ كفر مندى، والاضرار جسيمه وفي حال وجود اشخاص في خطر على الحياه. لذلك انا رسالتي واضحه وحاده جدا انه اثناء سماع صفارات الانذار التوجه لاماكن امنه. يا جماعه الشغله مش لعبه، الشغله خطيره جدا، والصاروخ او شظايا الصاروخ ممكن تقتل. يعني احنا لاحظنا قبل يومين انه في حتى مواد صلبه تناثرت على مسافه عده امتار او بئات الامتار حتى. لذلك وين في يعني صفارات انذار توخى انك تصل لملجأ امن، اذا فيش مجروع اماكن اكثر امن وامان، اماكن مغطاه، ما تفوت على يعني ما تغرق النشوه بدها تطلع تفرج على الصواريخ وما الى ذلك. شغله خطيره، بتامل الامن والامان والسلامه لكفر مندى ولمجتمعنا بشكل عام، وان شاء الله هاي الحقبه المظلمه الحرب القذره اللي بتنتهي باسرع وقت ممكن ان شاء الله، بنعم الامن والامان على كفر مندى وعلى المنطقه ان شاء الله. هاي ظاهره خطيره جدا اللي بتشكل خطر علينا وبتتنافى مع قيمنا ومع اخلاقنا وتعاليم ديننا الحنيف، اللي نتوخى الحذر والحيطه، عدم دخول اسطح المنازل، عدم دخول حتى الى الشوارع، الشغله مش لعبه وفي خطر على حياه البشر. لذلك احنا اول شيء نصلي انه نكون امن وامان النهار تنتهي على خير، وانه مجتمعنا يتصرف على الاقل في مسؤوليه اتجاه مثل هاي الاحداث ان شاء الله. أول شيء طبيعي يعني كل المواطنين لما سمعوا الأزعاق شعرنا بالهلع والخوف، لأنه إحنا بمنطقتنا مش متعودة على هيك وضع. صراحة بالبداية كان شعور كثير ملخبط، يعني الشيء ما كناش متوقعينه شيء لأنه أول مرة منجربه. صراحة صار في يعني خوف وهلع، بس كيف تعاملتوا مع الظرف؟ صراحة أو بالبداية كان في خوف، بس بعدين إنه صار إشي كتير عادي، يعني ما فوتناش فيه له عمل صراحة عشان نكون واقع. يعني أنا بقول إن الناس تأخذ الأمور شوي بجدية أكثر، لأنه الوضع بطمنش بالمرة لا هون ولا هناك، وفعلا نحن نمر في مرحلة كتير صعبة، الواحد مش عارف لا يقدم ولا يرجع ولا إيش يعمل، يعني مرحلة مش مفهومة، فالكل يأخذ حذره وإن شاء الله خير للجميع. حار بخوف جدا، بس نسمع صوت بخوف نطلع نروح على الملجأ. بدنا عم السلام على البلاد، بدنا سلام نرجع المدرسة.